الدولار الأمريكي يرتفع مجدداً مع بداية الأسبوع، لكن المكاسب محدودة على الرغم من ارتفاعها أمام معظم العملات الرئيسية. وفي الوقت نفسه انخفض الجنيه الاسترليني أكثر من 1% مقابل الدولار، هذا وقت أشارت رئيسة الوزراء تريزا ماي أن المملكة المتحدة ستنهج البريكزيت الصعب من الاتحاد الأوروبي، حيث فسرت تصريحاتها كعلامة أن الحكومة البريطانية لديها أولويات على الرقابة على الهجرة. من ناحية أخرى، أظهر تقرير الوظائف في الولايات المتحدة نمواً قوياً في الأجور، وقد ساعدت هذه البيانات على تعزيز إمكانية رفع سعر الفائدة. أما في أسواق العملات، فالدولار أمام اليورو إلى الأعلى بنسبة 0.1% عند 1.0538، أما الجنيه الإسترليني مقابل الدولار فقد انخفض بنسبة 1.1% عند 1.2144، أما الدولار مقابل الين فهو أقل بنسبة 0.3% عند 116.55. الدولار الكندي أمام النظير الأمريكي والذي سنركز عليه اليوم، فالعملتان في هبوط، مؤشر القوة النسبية يفتقر إلى الزخم التصاعدي، ومواقع البيع دون 1.3270 والأهداف عند 1.3220 و1.3175 في الامتداد. أما المعادن الثمينة فهي هبوط، الذهب ارتفع بنسبة 0.6% عند 1180.60، المقاومة الرئيسية عند 1178، وينبغي أن تحد من احتمال ارتفاع مواقع البيع أقل من 1178 مع أهداف عند 1170 و1164.5 في الامتداد. أما الفضة فقد ارتفعت بنسبة 0.4% عند 16.58 الأونصة. تريدينج سنترال ويب تي في، لويا لكوا.